سهام بن يحيى، جزائرية، أعمل في مجال الإعلام. اسمي محمد سدراتي من المغرب، أعمل فيديوهات على يوتيوب. اسمي أفراح ناصر، أنا صحفية ومدونة. اسمي عروب أمين صبح، أنا من الأردن وأعمل في الإعلام. أحمد البشير، أقدم برنامج سياسي ساخر بالعراق اسمه البشير شو. أمل الحارثي، جنسية أردنية، مؤسس مشارك لملتقى المرأة العربية. فعمر حسين، صانع محتوى مع تحفظاتي على اسم الوظيفة. خمسة كلمات أحبها، تعبير الحب، الحب، الوالدين، اليمن، حرية، الحرية، ضحك، التعايش، كتابة، أمومة، عدالة، الأمل، الشغف، تواصل، الموسيقى، ابتسامة، المساواة، المرأة، إيمان، التعليم، كتب، الخير، الطفل، ولفظ الجلالة، والحياة، والإنترنت، السباحة، فلوس 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 فلوس. اختار واحدة بس. حرية ربما هي أهم شيء، ربما هو هذا الدنس عالي. أملي كتير كبير بالمستقبل للشباب العربي وللمرأة العربية. الضحك هو إحساس، يعني بضحك مع الناس. عندي شغف لا يقاوم للكتابة، يعني مهم جداً عندي إن أنا أكتب عن اليمن. دوري كأم أو في العمل أو في أي إنجاز في حياتي، الشغف هو المحرك الأساسي. هقول لفظ الجلالة. في عملنا يكون عندنا زخم كبير، بعض الأحيان تشعر إنك لحالك، لكن دائماً متأكد هو موجود، تعود إليه، تشتكي له وتشكره.